ندخل بقى بعض التفاصيل افهم اكتر طبعا وحضراتكم معايا عن بعض النقاط الرئيسيه اللي احنا على فكره الحلقه دي او الفقره دي تحديدا احنا خدناها من كلام حضراتكم, مش احنا اللي ابتدعناها يعني. دكتور محمد خلينا اكلمك بصوره مباشره. في بعض الناس بتقول انا ليه حتى لو كان ان اصحاب المال مصريين لكن هم بيتعاملوا مع براند معين خارجي, هذا البراند هو الذي يدعم الجانب الإسرائيلي. أنا واضح جدا في كلامي ومحدد جدا أهو. برضو حتى لو كده لا أنا يجب علي أن أنا أقاطع. رأيك إيه لهذا المشهد؟ لا طبعا زي ما قلت حضرتك على المطلق ما ينفعش. ما ينفعش لأن الشركات أصلا الشركات العالمية دي مشغلة العمالة مصرية والمدخلات اللي في صناعتها هنا أغلبها مصري. النهاردة لما يعني فكرة المقاطعة يبقى أنا كده بقطع أصلا الاقتصاد المصري, بقطع فكرة الاستثمار الأجنبي المباشر. مش هيبقى ده على عكس اللي احنا بنقول عليه. لكن بقول النهاردة أنا بقول الإيجابية في الموضوع أن أنا ممكن أدعم الصناعة الوطنية, ادعم الصناعه الوطنيه ان انا بدي له مساحه, استغليت الفرصه, عملت من الازمه من المحنه اللي احنا بندعمها بقت في منحه للاقتصاد المصري او الصانع المصري ان هو يزود من السوق من تواجده في السوق المصري. يمكن النقطه دي تحديدا شاهدنا برضه احنا بنرصد اللي بيحصل في السوق. الذوق المستهلك المصري ابتدى يتجه لسلع موجوده بالفعل وكان سعرها منافس. خلينا نقول ان احنا برضه احنا بنعمل عيب داخلي كمصنعين مصريين. النهارده ابتدى بدل ما يزود تواجده في الارض وفي السوق ويستغل الازمه والزخم الشعبي دوت, النهارده ابتدت ترفع اسعارها نتيجه طبعا اليات السوق ان زاد عليه الطلب راح رافع السعر. وده انت يعني انت ضريت نفسك اكتر ما ضريت طب هو هنا رافع السعر بمعنى ايه برضه يا دكتور محمد؟ ما هو حضرتك رافع السعر, انت النهارده بتكسب, انت النهارده المحنه والازمه اديتك فرصه اقتصاديه ان انت بتزود من تواجدك في السوق المصري. تمام. انت متواجد بالفعل, احنا ما اتكلمناش على سلع جبناها جديده, ده سلع موجوده لكن مش قادره على المنافسه, ليها تواجد في بعض المناطق الجغرافيه في مصر غير الباقي. فالنهارده بقت ليها تواجد والزخم اللي احنا بنشوفه على التواصل الاجتماعي دعم المنتج المصري وفكره ان يبقى في بديل للمستورد او للبراند اللي هو مصنع هنا. انا ما بتكلمش على المستورد, انا بتكلم على براند هنا. فانت المقاطعه مش طويله الامد, المقاطعه هتبقى فتره, رساله اعتقد انها بتصل. فكره زي ما قلت لحضرتك ان السوق هيبقى ليه مردود, اللي احنا بقول لك سوق كبير فليه مردود برضو حتى ان كان هامشي على الشركات الام اللي هي الاجنبيه. طيب. فليه برضو مردود ان حتى ما يبقاش في مراعاه لشعور هذه الشعوب العربيه بصفه عامه, لان المقاطعه ما اتكلمتش على مصر بكده, مصر فقط يعني, مصر والمنطقه العربيه بقى في تجاوب بيتصاعد يوم بعد يوم. خلي بالك المقاطعه دي مش في مصر بس يا جماعه عشان تبقوا عارفين, لا ده دي كانت مناشده على الفيسبوك وانتشرت في اغلب الدول. ما هي عشان كده بقول لحضرتك لازم الشركات اللي هي بنقول بتدعم حتى الكيان الصهيوني هي بعد كده لازم تبقى في اعتباراتها ان هي تراعي مشاعر المجتمع الكبير جدا اللي هو السوق اللي هو عاوزه يعني. هو اكثر من حتى ان كان الهامش اللي بيصل اليه بسيط بس لابد من اخذه في الاعتبار. صحيح. ارجع لك دكتور مدحت واتكلم معاك في نقطه الفرانشايز دي تحديدا, انها شغله السوق بشكل كبير وفي نفس الوقت شغلنا احنا كمان. ما هو انا عايش عليها, مش هضحك على حضرتك برضو. خليها بس يا جماعه واقعيين قوي في كلامنا, احنا ما بنتكلمش عن عالم خيالي او عالم افتراضي, احنا عايشين على حاجات معينه, اكل معين, لبس معين, شكل معين, فنبقى واضحين فيه. حله ايه وشايفه ازاي؟ طيب الفرانشايز عباره عن ايه عشان نوصل للناس برضو؟ عباره عن ان انا دلوقتي تاجر مصري او موزع او مسوق او مشغل, بروح اجيب علامه تجاريه وبدفع قصادها فيز او اجره للشركه الام, وهذه العلامه بتفيد ايه؟ بتفيد المواطن المصري انه بدل ما يركب طياره ويسافر عشان يستهلك هذا المنتج اللي ممكن يشق عليه السفر وعمره ما يدوقه ولا يعرفه ولا يلبسه ابدا. صحيح. بجيبه له لحد مصر. تمام. وصاد ما جبته هنا شغلت عماله, فتحت محلات, فتحت توزيع, استخدمت منافس توزيع, استخدمت حاجات ايا كان هي ايه, استخدمت حاجات من الاقتصاد المصري وبحقق إيراد من هذه العلامات. انا مش هقطعك بس انا هدخل معاك في بعض يعني الشرح البسيط. كلمه اللي احنا بمعنى اصح دكتور مدحت بيقول ايه, انا مثلا صاحب شركه اصواف مثلا, هنفترض ان دي صاحب شركه كبيره بره, انا بروح مع شركه اصواف دي, شركه اصواف انا هجيبكم, انا هفتح عندي محل كده واسميه اصواف برضو بنفس الرسمه بنفس الشكل والحاجات من دي, مقابل ايه؟ بدفع طبعا مقابل ان انا بستخدم العلامه التجاريه. وبعدين بداناها في مصر من زمان قوي, حتى كانت مشهوره بتوكيل الساعات, كان دايما في منطقه العتبه في توكيل ساعات سويسري وتوكيل ساعات كانت تدخل مصر بشكل جيد, الناس متعود عليها من زمان جدا. تمام. وبيبقى معروف طبعا ان صاحب هذه العلامه
أو يعني مستفيد من هذه العلامة في مصر هو في الآخر تاجر مصري أو شخص مصري، الأرباح بتاعته بيعيد تدويرها داخل الاقتصاد أو بيستخدمها. النسبة بتبقى قد إيه؟ يستخدمها بقى جوه الاقتصاد، هقول لحضرتك استخدمها جوه الاقتصاد أو استخدمها بره، دي ينفع إنك تقولها على المصري والأجنبي. يعني أنا لو جبت مثالين، شركة وطنية علامة تجارية مصرية وطنية موجودة وقصادها شركة تانية بعلامة أجنبية، قد يكون الشركة اللي بعلامة الأجنبية دي بتشتغل عمالة أكتر وبتفيد الاقتصاد اكتر وبتشتغل عناصر انتاج مصريه اكتر وبتشتغل مكونات محليه اكتر، لان هو مصلحته يوطن عشان يقلل التكلفه. طب مش عشان اي اهداف اخرى. هذا الاجنبي اللي بيعيد تدوير ارباحه بنسبه اكبر جوه مصر عشان الاقتصاد المصري جاذب ومتنوع وكبير، ممكن قوي الاقي مشروع تاني مصري. انا لا اطعن في المشروعات المصريه، انا رئيس شركتين صناعيتين صحيح. وكنت رئيس شركه قابله للصناعات المعدنيه. انا عايز اتكلم بواقعيه يا دكتور، فانا بقول لحضرتك بس الناس تبقى معانا في الصوره ويفهموا. ما انا بوصل هذه الشركه الاخرى بقى الثانيه التي نسميها شركه مصريه دعم المصري، قد يكون 90% من مدخلاته مستورده وارباحه بيروح يشتري بيها جنسيه من بره او يشتري بيها عقار بره او بتاع. وانا عمري ما هعرف ده. بقول ده ليه؟ مش عشان اشكك، بس عشان انا لازم ادي الصوره للمستهلك المصري اللي هياخد قرار المقاطعه انه يبقى فاهم الموضوع بقى شديد التشابك والتعقيد. الاقتصاد بقى سهل، ده المكنه الواحد انت تقول ايه ما المكن صيني، لا ما تعرفش المكن قد يكون صيني لشركه تمتلكها نسبه من العرب والمسلمين متداوله في نيويورك ستوك تشينج في بورصه نيويورك، ومنتج وجزء من هذه المكنه شيبس معموله في هولندا لكن متصنعة في ألمانيا. تعقيد شديد جدا لا يمكن تعرف تعمل تتبع. كمان انت لو عايز تعاقب انت بتعاقب دول ولا شعوب. يعني مثلا موقف البريطاني الرسمي سيئا للغاية من وجهة نظري، انا راجل انا متحمس لفلسطين. طيب الشعب البريطاني سواء كانوا عرب اصليين او حملة تسبورات انا ليش دعوة، انا شايف الشارع البريطاني شاهد اكبر تظاهرات مؤيدة لقضية الفلسطينية. صحيح. طب انا بعاقب الشعب ليه؟ مثلا ده نقطه تانية بقى خالص، بعاقب الشعوب دي ليه؟ واحد بعيدا عن القضيه دي تمام. واحد اساء الى مقدساتي في الدنمارك، عاقب الشعب الدنماركي كله ليه بالمقدسات؟ بفرض ان انا اصلا معاقبتي دي مجديه، يعني بفرض ان انا معاقبتي ما بترتدش الى صدري. عشان انا هرجع لك في النقطه دي بخطوه واحده عشان قبل اروح للدكتور محمد. اذا لما اجي اتكلم يا جماعه عن مساله الفرانشايز او الماركات العالميه اللي بنجيبها نشغلها في مصر، خلي بالكم احنا بنتكلم على ان النسبه ضئيله اللي طالعه بره مصر. صحيح. ويعني تقريبا كام عايز اخدها منه؟ ما هي اصل حسب العقد دي عقود وحسب فراكشن. دي يعني ايه فراكشن؟ دي يعني يعني حسب النظام طبعا ممكن يكون جزء من الارباح بس اقل كثيرا. اقل لا يمكن تبقى 10%، لا يمكن تبقى 10%، لا يمكن. طيب اما ارجع لك ثاني يا دكتور محمد، في بعض الناس بتقول طيب انا ليه اعاقب شركات لها احنا بنسميها مالتي ناشونال مثلا او عابره للقارات واتيفر مثلا، انا ليه ما عاقبش المنتجات الاسرائيليه تحديدا مثلا؟ يعني اي ما فيش يعني المنتج الاسرائيلي بطبيعه الحال قبل الازمه اللي موجوده حاليا اصلا ملوش يعني ملوش قبول للذوق العام المصري. ما احنا برضو عشان احنا الامور واضحه، ما احنا نقول في سلام والدنيا كويسه، لكن احنا نفسيا نفسيه الشعب المصري عمره ما هيقبل ان هو يشتري المنتج ده اللي ممكن يشتريه وهو مش عارفه. ففكره ان هو يبقى في منتج صريح حاطط علامه كده ان هو ميد اسرائيل دي اعتقد مش هتبقى. ما في اكواد معروفه برضه، ما يبقى ما النهارده ابتدت الناس تدور، الناس بقت تدور على الاكواد، لكن النهارده ما حدش شافها. والسعود الاعظم الشعب المصري ما فيش حاجه عن الكلام ده. هتكلم على حاجات ممكن تكون مخصوصه لبعض فئات المجتمع المصري اللي هي الهامشيه. ليه؟ يعني هامشيه كمستوى اعلى من بقيه الشعب، لكن السعود الاعظم بعيد عن الكلام ده. ففكره زي ما قلت لحضرتك هي المقاطعه هي تجاوب شعبي اكثر منه اقتصادي. النهارده اللي قاطع ما بدورش على الاقتصاد، ما بدورش على فكره. يمكن احنا يمكن من فتره قليله كنا الناس بتشتكي من غلاء الاسعار والكلام ده، الناس ركنت القصه دي بان هي بتحاول تتجاوب مع القضيه الفلسطينيه على قد ما هي تقدر. الناس بتتبرع بالدم، الناس الطفل بتبرع بالجنيه. هو النهارده المواطن المصري ابتدى ينظر لهذا الموضوع ان هو ده اللي انا قادر اعمله، اللي انا ابتديت اعمل بنفسي انا كفرد في المجتمع المصري كله. ان انا ابتدي بنفسي. قلت جمله في البدايه انا مش عارف ازنقك بعدها، انت قلت انا مع المقاطعه بس مش بصوره عامه. لا مش عارف ازنقك هنا ولا عارف ازنقك على المطلق هنا. مش على المطلق. ما حضرتك المقاطعه يبقى انا اصلا راجل مش بتاع اقتصاد. انا النهارده حضرتك انا بتكلم لما ببص على الاقتصاد برفع نفسي لفوق عشان اشوف الملعب كله ماشي ازاي. تمام. الملعب كله اصلا ما انا اللي شايف زي ما الدكتور قال، حتى المكنه اللي احنا بنقول عليها حتى ممكن صيني او الماني، ما فيش حاجه خالصه مخلصه بمركب. ما عادش في العالم كله ده خلاص. ده كله النهارده مناطق نظام المناطق الحره والمناطق الاستثماريه، فكره التجميع هي دي اللي بتحصل.
النهارده ممكن يبقى سياره الماني ومصنعه في مصر وطالعه من مصر، وده بيحصل فعلا النهارده. ماركات عالميه بتنتج على ارض مصر ويتم تصديرها، زي ما بنشتري سياره بماركات وهي مصنعه في بلد غير البلد. تمام. لكن عشان كده النهارده بقول فكره المقاطعه مش على المطلق، وزي ما كان في مقاطعات قبل كده وما استمرتش، لكن هي رساله بتصل. انا بقول لحضرتك من وجهه النظر الاقتصاديه، انا في نقطه يمكن هي ده دعمي للمقاطعه، ان انا النهارده في اديت فرصه، اديت روح للمنتج المصري او الصانع المصري. كان في قبل كده خطوات اتعملت، قاعدة سياسية قالت عندنا ضوابط الجودة أوروبية وعالمية ألزمت المستورد وألزمت الصانع. فالنهارده بقينا في ميزة للمنتج المصري. النهارده بقى بيقول كان بتعمل درجة تانية والتالتة، لا النهارده بقى في التزام في معايير الجودة الأوروبية، ودي وضعها لسيادة الرئيس في مبادراته وطبقت على الكل. فالنهارده بقى المنافسة موجودة. أنا ما كانش كصانع مصري ما عنديش القدرة على الحملات الدعائية اللي بيعملها اللي هو البراندات العالمية، لأنه بيعلن عندي وبيعلن في كل العالم وبيجيب لعيبة كبار وبيجيب ممثلين كبار، فهو بيعلن في أي بلد وبتتعرض عندي. فالنهارده الإعلان وصل لكل الناس وللناس اللي بتحبها. طيب. فالنهارده فكره ان المنتج المصري بجودته بسعره المنافس، فالميزه اللي بقول لحضرتك النهارده ان انا بدعم الصناعه الوطنيه وما جبتش حاجه خارجيه، ده موجود في عندي في السوق. يعني عشان كده بقول لك على فكره انا المفروض ادعم الصناعه المصريه من غير ما يكون في مقاطعه ولا حاجه.